قرار الحظر يعني بالنسبة لتطبيق تيك توك احتمالية أن يؤدي القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ بنسبة 79 إلى 18 إلى إجراء نادر الحدوث بمنع إحدى الشركات من العمل داخل الولايات المتحدة. يتيح هذا القانون للرئيس الأمريكي سلطة تحديد التطبيقات الأخرى التي تمثل تهديداً للأمن القومي، خاصة إذا كانت تتم إدارتها من قبل دولة غير صديقة لواشنطن. رغم ذلك، ما زالت هناك بعض الأصوات المعارضة للقانون، ومن بينهم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي قال إنه يعارض حظر تيك توك، معتبراً ذلك تناقضاً مع حرية التعبير على حد وصفه، في حال وافق مالك المنصة على بيع حصته. فالمشترون يتوقع أن يكونوا إما وزير الخزانة الأمريكي السابق ستيفن مونيتشن الذي أعلن نيته عن شراء تيك توك، أو شركات مثل مايكروسوفت وأوراكل.